هذه اللقطات سرية للغاية تم الحصول عليها من كاميرات حارس العقار، حيث أثبتت التحقيقات أن حارس العقار كان يتجسس على سكان العقار، وقد تم الحكم عليه بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتم إطلاق سراحه. هنا تمكننا من التواصل معه، حيث أنه كان يحتفظ بنسخة من الفيديوهات باك اب على القرص الصلب الخاص به هارد ديسك. ولقد ساعدتنا هذه اللقطات كثيرا في فهم ما حدث في هذه الليلة الغامضة التي أثارت ذعر سكان العقار بالكامل. سألني هو عادي النور يقطع في المنطقة كلها إلا المكتب بتاعنا؟ هو عادي. لا يا عم مش عادي، الشقة دي أكيد فيها حاجة منها. هو قطع هو تحت وجيه تاني. فاكر أنت في حد وراك؟ فكك بقى وكمل شغل يا عم. شغل إيه؟ بقولك في حد وراك. أما لو في حد ورايا خليه يكمل شغل معانا، خلينا نروح ونخلص. بقول لك ايه، انا رايح حمام. يا عم هو ايه يا عم؟ مفيش حاجه، انت غريب قوي النهارده. انت ماسك فيها ليه يا عم؟ مفيش حاجه. انت مالك؟ انت غريب جدا النهارده. طب انت رايح فين؟ رايح حمام. انت طب ادي معاك والنبي تيجي معايا فين؟ انا رايح حمام. يا عم انجز، انت بتعمل ايه كل ده؟ ايه الليله دي؟ طب دخلني معاك والله ما ابص. اتقل انت، ايه اللي جرالك؟ انا مش هعمل كده. تحت ايه ضغط يا عم؟ ضغط ايه؟ ابوس ايدك خلصني. اسمعني ها يا سيدي، في ايه؟ عادل 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 ما زالت عملية البحث مستمرة لإيجاد تفسير لهذه الأحداث الغامضة، والجدير بالذكر أن حارس العقار يشترك معنا في عمليات البحث بعد أن تاب وقام بذبح عدد 2 خروف برازيلي وتوزيع لحمهم على الفقراء تكفيرا عن أفعاله. نتمنى لكم نوما هادئا.